أكل البندورة على الصبح لأنه بتعمل تصبغات بالوجه. خلونا نتعرف على الأكلات اللي بتعمل أكسدة ضوئية للبشرة، بصير لونها غامق واسمرار وتصبغات. Let's go! كلنا متعودين مع الجبنة ومع اللبنة ناخد بندورة. يا صبايا، في دراسات غذائية بتخبرنا أنه هذه الأغذية تحتوي على النحاس، النحاس اللي بيكسب الجسم الطبقة السمراء. رح لكم كل الأغذية. الأغذية الحساسة للضوء هي البرتقال، الجزر، البندورة، وفي عنا البنجر والمشمش والكرفس. هذه الأغذية ما تاخدوها صباحا، وحاولوا تاخدوها مساء، لأنه هي من الأغذية الكتير مفيدة للجسم، لكن وجود مادة النحاس الموجودة فيها بتعمل تصبغات بالبشرة. بالإضافة إلى ذلك أنه ممكن يكون الأشخاص ذوات البشرة الفاتحة يتأثروا بأشعة الشمس أكثر، وبصير في عندهم اسمرار. إذا شو الحل؟ ناكلها المساء ونتجنبها صباحا وما نتعرض للشمس بشكل مباشر. وأكيد فيكم تفوتوا على متجر أناقة أنثى، عنا تشكيلة رائعة من واقيات الشمس، ورح أحط لكم الروابط حتى تفوتوا على المتجر محبتي. وما تنسونا من كومنت حلو ولايك وشير، وإذا كانت هالمعلومة أول مرة بتسمعوها اكتبوا لي بالتعليقات حتى ينتشر الفيديو محبتي.